أبو جلال المخشوني، هل تجوز صلاة الجماعة للنساء في مكان تقام فيه الشركيات مرة واحدة في السنة؟ البعد عن هذا المكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال هل كان فيها شيء من أعياد الجاهلية؟ الحديث، فلما أجاب بالنفي قال أوفي بنذرك.